سامي، خدنا فاصل، معلش عرف نفسك تاني المشاهد بعد اذنك. انا اسمي سامي الكومي، راجل عمل. طيب حضرتك اتكلمنا في الحلقه الاولى عن المشكله الامنيه، عايزين حضرتك برضه نتكلم نبذه كده سريعه عن المشكله الدينيه في مصر. والله هي المشكلة الدينية الحقيقة هي مشكلة مفتعلة، وهي أحد الفزعات برضو اللي كان النظام بيستغلها لخلق دايما مشاكل جوه المجتمع. لكن مصر معروفة طول عمرها مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، والطوائف والتفرقة اللي حصلة دي كانت عملية مقصودة، والتفجيرات والكل يعني بعد الثورة ما قامت الحاجات دي معظمها انكشف، وبالذات تفجيرة الكنائس اللي كانت حصلة اللي في اسكندرية. فالمجتمع المصري معروف انه مجتمع متدين بطبيعته سواء مسلمين او مسيحيين، لكن الاشكال اللي حاصل ان هم حبوا يستغلوا وجود جماعات اسلامية زي ما كانوا بيسموا جماعات الاخوان المحظورة والجماعات السلفية والكلام ده، ومعظم الناس دي كان في السجون وفي بتاع، وخالقين منهم مشكلة، وهم ناس من المجتمع ناس عاديين يعني، فبدأوا يضربوهم في بعض. فهي ما كانتش بين المسلمين والمسيحيين حتى يعني بشكل غاز، لكن بشكل عام كان بين المسلمين والمسلمين كانوا بيخلقوا هذه المشاكل برضه. لكن للأسف يعني بعد الثورة انكشف الكلام ده كله، والشعب أدرك المؤامرة اللي كانت معمولة دي. فأنا شخصيا بقول إن لحل الموضوع ده جميع المذاهب الإسلامية، جميع الطوائف أيا كان شكلها، هو الأزهر الشريف، هو العباءة، وهو المظلة الرئيسية للمسلمين، وده طول عمره المنارة اللي نشرت الإسلام وخرج الإسلام من مصر لكل بقاع الدنيا من الأزهر. فالنهاردة ما نجيش نقصر دور الأزهر، ويبقى شيخ الأزهر ده لابد أنه يكون بالانتخاب، ويبقى فيه ممثلين لكل الطوائف سواء جماعات أيا كان جماعات الإسلامية أو سلفيين أو غيرهم. مع وجود الأزهر كما هو تابع للدولة ولا استقلال؟ لا، استقلال للأزهر تماما واستقلال الكنيسة تماما عن الدولة، ده مش عايزها كلام يعني. يبقى الـ 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 الكلام ده لو تم، وانا شايف انهم حتى كانوا عاملين حاجة اسمها بيت العيلة، شيخ الازهر كان عاملها، كان حاجة جميلة جدا، وكان فيها مسلمين ومسيحيين وكانوا بيقعدوا يعني الموضوع اصلا هم اللي خلقين له مشكلة، مفيش مشكلة. لكن في بعض المشاكل بقى اللي هي الاخوة الاقباط بينادوا بيها، وده لهم حقوق في بعضها كتير جدا، هي زي موضوع قانون بناء دور العبادة والحاجات دي. الكلام يعني سهل ان هو تتحل المشاكل دي كلها، ولو اتحلت خلاص. وانا رأيي حتى بالنسبة للأحوال الشخصية بتاعتهم كل الكلام ده يرد للكنيسة، يرد هم يحلوا المشاكل دي وهم قوانينهم ودينهم ويقدروا يحلوها، وهتجيب نتائج اعتقد انها هتهدي من مشاكل كتيرة جدا في المجتمع. ده بالنسبه لموضوع المشاكل الدينيه. يعني حضرتك اللي مقتنع ان المشكله الطائفيه في مصر دي ليست مشكله مفتعله تماما، وزي 100 مشكله مفتعله كانت موجوده وبعد فتره راحت. فهو بيبقى عنده مجموعه مشاكل محضرها لك، بحيث ان هو كل شويه يحط لك مشكله جوه المجتمع ويشوف رد الفعل. مثلا مره السلفيين، بدليل ان هي ما كانتش مشكله بين المسلمين والمسيحيين فقط. طب هم ضربوا السلفيين، ويطلع يقول لك السلفيين الفزاعه. السلفيين ده احنا كلنا سلفيين، يعني ايه سلفي اصلا؟ يعني احنا كلنا سلفيين وكلنا اخوان مسلمين وكلنا مسلمين، والمجتمع اصلا يعني متقبل لكل هذا الكلام. هم اللي خالقين منهم ان هم لو جم هيبقوا مشكله كبيره جدا، هم مش مشكله على حاجه، هم لهم دور في المجتمع زيهم زي اي طائفه جوه المجتمع. عرفت من حضرتك ان حضرتك اجتمعت مع المجلس العسكري وعرضت عليه هذه البرامج، فهل كان في قبول او يعني في وعود بدراسه هذا؟ لا، هو انا قدمت الكلام ده كله واتوعد ان هو بيدرس واتعرض، ولكن الحقيقه لحد دلوقتي لسه ما فيش رد. طيب سؤال خاص، هل حضرتك تنوي اترشح لرئاسه الجمهوريه؟ والله حسب الظروف، انا بقدم البرنامج ده لو لقيت منه قبول، وانا شايف ان هذا البرنامج الحقيقة شامل، وخاصة ان هو بيخدم الفئة الاكثر من المجتمع. يعني انا على الاقل بتكلم باسم حوالي 70 مليون مصري، خلاص انا بتكلم باسم الفئة اللي هي محتاجة فعلا، واللي الثورة قامت علشانها. انا لحد اللحظة دي بصراحة واقولها لك بمنتهى الامانة، انا ما شفتش اي حد حقق 1% من اللي الشباب
الثورة قامت علشانه سواء الشعب أو الشباب. يعني النهاردة المجتمع محتاج تطور اقتصادي عالي جدا وسريع جدا. أنا مش شايف الكلام ده بس خالص، أنا شايف خلافات على الساحة بين طوائف كل واحد بيدور على مصلحته فقط. من وجهة نظر حضرتك ترى من من المرشحين على الساحة، بحيث حضرتك لسه لم يتم ترشيح حضرتك، مين على الساحة أقدر بهذا البرنامج لتنفيذه؟ كل واحد رشح نفسه أنا بحترمه ويكفيه فخر أنه هو مترشح لأنه هو عايز يخدم المجتمع أيا كان مين هو. ولكن أنا ليا وجهة نظر في الموضوع ده، أن كل مرشح يعمل برنامج زي ده أو أحسن منه أو أقل منه أيا كان يعني، وينزله ويبدأ ياخد قدامه سنة أو سنتين ينزله في المجتمع ويبدأ هو يتفاعل مع المجتمع ويفعل بعض البنود اللي هو مقترحها أو اللي هو يعني خلي الناس هي اللي تحس بيه جو، مش مجرد كلام مش مجرد ورق يتقدم، لا أنا عايز إن هو يبقى برنامج عملي فعلا ونزل ونفذ. فالشعب يوم ما هيجي الانتخابات الرئاسة هيشوفوا مين أكتر واحد فعلا خدمهم، مين أكتر واحد عمل حاجة، مين أكتر واحد دخل للبلد أو حط أفكار كويسة أو بيعمل على تنفيذها. هو ده اللي المفروض إن احنا كلنا نتناقش حواليه، مش هتناقش إن ده أحسن من ده، كلهم ناس كويس كلهم ناس محترمة جدا، لكن احترامه هيزيد لما ليه جوه الملعب نزل الملعب ونفذ حاجة فعلا. حضرتك هتقرر امتى الترشح للرئاسة، يعني في وقت قريب ام لا؟ في وقت قريب ان شاء الله. وانا كل اشكالي دلوقتي ان انا عايز البرنامج ده الاول اعرضه على الناس وعرضه على الشباب، لان انا مش عامله كبرنامج ان انا انزل الانتخابات دلوقتي، انا بحل مشاكل والله اقدر اكون انا طرف فيها اهلا وسهلا، اكون انا على رأسها اهلا وسهلا، اكون اخر واحد فيها بيحاول انه يساعد في الـ في الـ في الـ في الموضوع ده، انا ما عنديش اي مشكله. بس المهم ان انا ليا في الهدف في الاخر ان احنا فعلا الثوره تنجح، وهي نجحت فعلا، ولكن تنجح فعلا باهدافها بقى تنجح. احنا النهارده 8 اشهر ما عملناش حاجه، يعني 8 اشهر وده في عمر الشعوب مش كتير صحيح، ولكن المفروض ان نكون في خطوه. انا لازم رجل الشارع يحط ايده على حاجه ملموسه، لازم يحط ايده على حاجه ملموسه. احنا لحد النهارده مؤتمرات واجتماعات ومناقشات وكلمات هو مش مستفيد منها حاجه، المجتمع ما استفادش حاجه لحد النهارده. جميع القوانين زي ما هي، جميع اللي قاعدين على كراسيهم القدام زي ما هم، ما فيش اي حركه حصل. لكن البرنامج ده في ثورة فعلا على كل الأعراف والقوانين والقواعد القديمة لأنها تنسف تماما وتبدأ بناء مجتمع مصري حضاري فعلا تفخر به مصر فعلا. كل التوفيق أستاذ سامي وشكرا على هذا. الله يخليك الله يخليك، فرصة سعيدة.